thank you السلام عليكم ورحمه الله اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ما وراء السياسه لا نزال نفتش مع الشخصيات السياسيه اليمنيه البارزه محاولين قراءه التفاصيل التفاصيل في المشهد السياسي اليمني الراهن في اتون الحرب اليوم نتوقف مع الاستاذ الدكتور محمد المخلافي نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني وزير الشؤون القانونيه السابق الرجل الحقوقي والاكاديمي المعروف نحاول قراءة ما تبقى من تفاصيل رؤية الحزب الاشتراكي اليمني وقراءته كسياسي يمني خبر المرحلة السابقة في اليمن ويرقبها عن كثب اليوم ما الذي تبقى لدى الحزب الاشتراكي اليمني ليقوله ما الذي لدى الحزب الاشتراكي لنعرفه عن تفاصيل تجربة علي عبد الله صالح قبيل وفاته أو قبيل مقتله على وجه التحديد ما الذي يمكن أن يقوله الحزب الاشتراكي اليمني اليوم في العلاقات اليمنية مع العالم العربي ومع المجتمع الخليجي ومع العالم ومع التركيبة السياسية اليمنية الشرعية طول أمد الحرب آه ما لنا وما علينا في المشهد اليمني الراهن يشرفني أن أرحب كثيرا بالدكتور محمد المخلافي أهلا بك سيدي العزيز مرحبا أهلا سعيد باني في منزلك في القاهره وانا أشكرك على زياره منزلي دكتور محمد المخلافي نبدا معك سيدي هل هناك من قراءه معينه لم يقدمها الحزب الاشتراكي اليمني تريد ان تقدمها لنا بدايه هذه الحلقه عن هذه التعقيدة في الراهن الحرب طول أمد الحرب في اليمن لم نخرج إلى تسوية سياسية لم نصل إلى شيء حتى الآن في البدر احب فيك وبزملائك نحن في لحظه لا تحتاج فقط السياسيين تحتاج كل قوى المجتمع ان تسهم برؤاها وتصوراتها للخروج من المازق الذي يقع فيه اليمن وانا لا اعتبر نفسي سياسي بمعنى الاحترافي انا أه أه عمد حياتي لم احترف السياسه، حتى وانا نائب للامين العام فهذه ليست حرفتي وليست مهنتي، ولكني اساهم في العمل السياسي وفي النشاط السياسي وفي الرؤى السياسيه بقدر ما استطيع. طيب، أه ماذا لديك من الحزب الاشتراكي اليمني؟ نعم قراءتك الشخصيه اذا رايت او نعم الحزب الاشتراكي ن... لحجم التعقيد الحاصل. نعم نعم الحزب الاشتراكي اليمني أولا كتفكير جمعي أعتقد أن رؤية للحاضر والمستقبل موجودة في عدد من الوثائق لكن هذا لا يمنعنا من أن نجتهد ونقول بعض الرؤى وفقا للتطورات التي تحدث نحن الآن في حالة من من ضبابية المشهد ليس في اليمن فقط في العالم العربي أجمع ضمامة المشهد لتداخل الصراع الإقليمي والدولي في القضايا المختلفة ومنها القضية اليمنية القضية اليمنية ليست جزئية منفصلة وبع وبعيدة عن الصراع الحادث الحاصل في الإقليم وتحديدا محاولة السيطرة على العالم العربي من قبل الدول الإقليمية الكبرى مثل ايران و... وتركيا ولسنا بعيدين عن الصراع ال... ال... الايراني الخليجي ولسنا بعيدا حتى ايضا عن الصراع الدولي واستخدام واستخدامنا كورقة في لكن ال... نعم. ال... الامر ال... 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 الغير ايجابي مهم. ان اننا في, ال... في اليمن نمتلك مشروع واضح واصطفافنا يجب ان يكون واضح وهو مشروع الانتقال الى بناء الدولة الحديثة. تقصد فيما وك... كان ام الان؟ أ... نحن الحرب... الحرب هذه هي نتيجة لمواجهة هذا المشروع او محاولة لمنع هذا المشروع. لكن الاصطفاف الذي يقف مع هذا المشروع ولنقل حاليا بانه اصطفاف الشرعية الحقيقة صفوفه مبعثرة مع ال... مع الاسف الشديد واذا استمر هذا التبعثر ايضا سيطل سيظل الانتظار لإحلال السلام طويلة دكتور محمد المخلافي في الحقيقة عرفتك سياسيا وقانونيا وحقوقيا وأكاديميا وكل هذا سيشفع لي بأن يكون صدرك رحبا وأنت تحتمل بعض الأسئلة سيدي العزيز في الحقيقة هناك من يتساءل من أن الحزب الاشتراكي اليمني خلال السنوات الأخيرة كان يقدم رجل ويؤخر أخرى كان على علاقه سريه مع جماعه الحوثيين وهي تحمل السلاح وتقتل الشعب اليمني. وكان الحزب الاشتراكي ولا يزال جزء من جسم الدوله من التركيبه السياسيه من التحالفات الوطنيه. يستشهد البعض بهذا الكلام بان عدد من الصف الاول لقياده انقلاب الحوثيين كانوا من الحزب الاشتراكي اليمني ومن اللجنه المركزيه ومن المكتب السياسي. ما هو تعليق الحزب الاشتراكي اليمني على هذا الكلام انا اقول بانه لم, يك... لم تكن علاقتنا سريه بحركه الحوثي مه. كانت علاقتنا علنيه ونحن في حروب صعده مختلفه اقلعنا الاحزاب السياسيه بان نعمل على ايقاف هذه الحرب وايضا سعونا واتفق معنا جميع الاحزاب السياسيه إلى أن تتحول هذه الحركة المسلحة إلى حركة سياسية وكانوا ضمن المكونات التي شاركت في أول تجمع وإصدار أول وثيقة يمنية للتغيير في اليمن وهي وثيقة مشروع وثيقة الإنقاذ في اليمن وكانت جميع الأحزاب موافقة على مشاركة ال ال هذه الحركه في الحقيقه كان سؤالي تاليا لهذا ما يعني حينما ذلك؟ حينما ج بعد اذنك سيدي العزيز حينما جاء الانقلاب واعلنت حينها ما عرفت باللجنه الثوريه العليا كان اثنين من الصف الاول في الحزب الاشتراكي اليمني في مقدمتها كان سلطان السامع الذي هو اليوم في بالنسبه لهم في في في, في الصف الاول وكان من كان نائب رئيس الدائره الاعلاميه في الحزب الاشتراكي اليمني محمد المقالح كيف تتوقعون من الناس ان يمر هذا عليهم مرور الكرام؟ اولا نحن كحزب تجمعنا فكره وليست طائفه وليست جهه. هناك اشخاص ربما إن انهم كانوا مشدودين طائفيا او الى مصالحهم الخاصه وهذا يحصل في اي تجمع كبير. حتى, أه في حتى في الأحزاب الأيديولوجية؟ حتى في الأحزاب الأيديولوجية يعني يمكن أه أن يقال ماذا كان يفعل الحزب التقدمي أه أه حتى يأتي من الصف الأول لكوادره من لا يزال يعني أه يرتبط بعرق، يرتبط بسلالة، كيف يفهم أه هذا الأمر؟ ال ال الواقع أن مخاطبة الغرائز عادة ما يكون تأثيره أقوى من أي تربية ومن أي إيديولوجية مخاطبة الغرائز يؤدي إلى الانجذاب إلى ما هو سيء والأسوأ وبما لا يتفق حتى مع ثقافة الأشخاص في الأخير أطول. كان جهدا شخصيا لـ 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 لهذه العناصر ولم يكن ولم يكن عبارة عن مد جسور سرية بين الحزب الاشتراكي نحن وجماعة نحن كنا الانقلاب حينها نحن كنا في إطار اللقاء المشترك نعم نتعامل مع الحوثيين أو نسعى وكنا نامل ان تتحول هذه الحركه الى حركه سياسيه وان نجنب اليمن الحروب وحتى عندما بدات تتمدد الحركه الحوثيه نحن كنا نخاط نسعى لدى الجميع ان لا تصل الى المواجهه المسلحه الواسعه وان نعمل على ايجاد حلول سياسيه لكن عندما ارادوا هدم الدوله وأرادوا تفكيك الدولة وفقا للمشروع الإيراني نحن من صنعاء دون سوانا من أعلن دخول دخولهم صنعاء بأنه أيلول أسود نعم في صحيفة الثوري في العدد الشهير نعم نعم في اليوم التالي لدخولهم العاصمة صنعاء والحرائق مشتعلة في كل صنعاء نحن لسنا ضد الحركة الحوثية كحركة بذاتها نحن حاليا ضد نزوعها الشوفيني ضد نزوعها الطائفي ضد نزوعها السلالي السلالي وكنا نامل ان لا تصل الى هذا الحد وانها تتحول الى حركه سياسيه وان تمتد في كل اليمن شانها شان القوى السياسيه والاحزاب السياسيه الاخرى وكنا قد سررنا عندما حاول البعض لإعلان حركة سياسية للحوثيين تحت مسمى أنصار الله وأعتقد أن ذلك كان بفضل مساعي بعض المثقفين الذين انتبهوا إلى الحركة أو, الذين كانوا قريبين منها مثل محمد عبد الملك المتوكل وأحمد شرف الدين وغيرهم لكن, لكن هذا محمد عبد الملك المتوكل حاورته رحمة الله عليه حاورته قبل موته قبل مقتله رحمة الله عليه وسالته بشكل مباشر ان كانوا يستشيرونه ان كان على علاقه بهم ان كانوا ياخذون به ان كان مرجعا لهم ان كان صاحب اي موقف فقال لا يسالوا عني ولا يستشيروني ولا يعمل برأي احد فيما يتعلق باحمد شرف الدين كان احد قيادته. نعم ورحمه الله عليه رحمه الله نعم والاثنين قرا اغتيالهم يعني كل الشواهد تقول بان الحركه الحوثيه نفسها قامت باغتيالهم. محمد عبد الملك المتوكل ربما ليست كحركه هي التي تستشيره وتطمئن الى ولكن كان هناك صف من المنتمين لهذه الحركه لهم صله بمحمد عبد الملك ويثقون باراه. نحن كنا نسعى بهذا الاتجاه ان تتحول هذه الحركه المسلحه الى حركه سياسيه تحت اي مسمى وان كان مسمى انصار الله هو مسمى فيه زيف وادعاء لكن تحت اي مسمى كنا نفضل ان تؤول اليه هذه الحركه وان تجنب اليمن هذه الويلات الحاصله بالمناسبه اليوم. مسمى انصار الله ليس وليد جماعه الحوثيين. أنا أعرف حينما أنا أعرف آه إنه من أيام الإمام أحمد الإمام أحمد نعم لا. حينما كاد يسقط نظامه واستلم الراية بعدها الإمام ربما الوزير إبراهيم الوزير أم عبد الله الوزير؟, آه الله الوزير. عبد الله الوزير عبد نعم. الوزير وبعث برسالته الشهيرة يطلب من الإمام أحمد أن يسلم فإذا به يرد عليه ذلك الرد الجريء وفي نهايته يقول سآتيك بأنصار الله. أنصار الله منذ نعم. الإمام أحمد. نعم. طيب سيدي العزيز فيما يتعلق بالحزب الاشتراكي اليمني، التجربه التي خاضها الحزب الاشتراكي اليمني في حكومة الوفاق بعد 2011 وكنت أنت وزير للشؤون القانونيه. هل تعتقد ان الحزب الاشتراكي اليمني كان جزءا من اللقاء المشترك طوال هذه المرحله ام كان يهيئ يهيئ نفسه لفض الشراكه مع حزب الاصلاح وتجربه اللقاء المشترك؟ بطبيعه الحال نحن كنا حريصين على اللقاء المشترك اكثر من اي حزب اخر لان نحن كنا الحزب الوحيد منذ عام 94 نعيش حاله استثنائيه ونعيش في التعامل معنا تحت قانون طوارئ غير معلن وكنا المستفيدين ولا الأخرى أيضا مستفيدة لكن ربما نحن كنا أكثر المستفيدين من وجود اللقاء المشترك ومعنا أيضا التجمع اليمني الإصلاح فاللقاء المشترك شكل لتجمع اليمني الإصلاح غطاء دولي وشكل لنا غطاء داخلي ولولا اللقاء المشترك لما تمكنت ثوره 2011 من ان تجعل العالم جميعا يعترف بحق اليمنيين في التغيير، ومن حق اليمنيين ان يغيروا نظام علي عبد الله صالح. لكن عندما شكلت الحكومه وشاركنا في نصف منها، كان النصف منها يعمل بصورة موحدة وتحت قيادة علي عبد الله صالح بينما النص النصف الآخر مع الأسف تشرذم ومورست من قبلنا جميعا من قبل أحزابنا جميعا في اللقاء المشترك سياسة الخذلان وسياسة السعي من كل حزب للحصول على منافع وهي منافع لا تستحق الاحترام مغانم و... ومناصب وزارات نعم ولكن كان هناك البعض تميز بصوره اكبر بذهنيه وثقافه دوله الغنيمه التي أ... التي اوجدها علي عبد الله صالح في اليمن وربما قبله ال... الامامه. طيب الشاهد أ... أ... في الامر هنا نحن نحن اسمح لي أ... أ... الحقيقه انه هذا الامر لم ينتهي الى الان. يعني لم نستفيد من هذه التجربه والخذلان الذي تم أ... فلا زال هذا الخذلان قائما بين هذه الاحزاب ولا هذا الخذلان قائما بين الصفوف أ... ال... الشرعيه ولم تسعى السلطه الشرعيه الى انهاء هذا بل ربما تساهم في استمرار هذا الخذلان وهو خذلان لليمن وخذلان لامكانيه استعاده الدوله وعودة لا. الشرعية دكتور محمد المخلافي أعتقد أنت من أكثر الشخصيات التي تملك الجرأة للحديث بشكل مباشر حتى وإن منحتك ثقافتك العالية قدرة على صبغ الكلام بمفردات وجمل وسياق أكثر جاذبية وجمال دكتور هل يمكن لكم أنتم في الأحزاب السياسية وفي الحزب الاشتراكي اليمني أن تعترفوا بأنكم كنتم عبء على ثوره فبراير وبانكم لم تكونوا بمستوى الطموح وبمستوى الامل وقدتم الثوره واستلمتم ثوره وشعب وحكومه مجانا بدون انتخابات وفشلتم جميعا الحقيقه لا بد ان نميز بين مرحلتين مه. مرحله اندلاع الثوره وهي المرحله التي ما كان لها ان تنجح ب استبعاد علي عبد الله صالح كرمز للنظام وايضا اقناع المجتمع اليمني والمجتمع الدولي بعدم صلاحيه استمرار النظام القديم نظام علي عبد الله صالح لولا اللقاء المشترك ولولا ايضا يعني دور اللقاء المشترك وتاثيره ما كان بالامكان منع نشوب الحرب حين ذاك يومئذ يومئذ يعني نحن تمكنا من أن نقنع شبابنا والمناصرين لنا بما في ذلك من أبناء القبائل بأن يتصدوا للرصاص بأجسادهم دون أن يستخدموا السلاح وكان ذلك أعتقد عملا إيجابيا يجب أن يحتسب للقاء المشترك وكنا وكانت اليمن تتميز بوجود إطار سياسي جامع قادر على التأثير كنا في حالة أفضل من أي بلد عربي آخر قادرين على توجيه آه العمليه الثوريه بالتغيير لماذا بالوسائل السلميه لكن آه لكن الفشل كان في المرحله التاليه آه عندما كنا جزء من الحكومه ولسنا جزء من السلطه وكان الـ 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 كما قلت الفشل الاول هو ذهاب كل حزب للعمل بمفرده وين ظهر وين بقى الشكل الظاهري ان اللقاء المشترك لا زال باقيا الامر الثاني ايضا ترك تركنا للامور تسير بدون اتخاذ تدابير لمنع الانقلاب ومن وكان ذلك بامكاننا بالتعاون مع رئيس الجمهوريه من خلال منع استمرار السيطره على السلطه السلطه لم تنقل بقت السلطه بكاملها سلطة. نحن امتلكنا نصف من الحكومه وكان بامكاننا ان نفعل ذلك من خلال التغيير في رئاسه مجلس النواب، من خلال تغيير المجالس المحليه التي انتهت صلاحيتها القانونيه من 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 خلال تغيير في في القضاء مسائل كثيره كان وعلى راس هذه المسائل كان يجب ان لا يضع الحرس الجمهوري لا يبقى الحرس الجمهوري والأمن المركزي سلاح بيد علي عبد الله صالح ليقوم بالانقلاب. أنا هنا أقر وأعترف وكتبت هذا بأن نحن هنا فشلنا ومع الأسف لم نستفيد من هذا الفشل، لا زلنا سائرين بنفس الطريقة يعني منذ عام 2014 نحن نسعى وأيضا أحزاب أخرى تسعى إلى أن تجمع الشرعية صفوفها وان تزيل هذا التبعثر القائم وان توجد وان توجد نسق من التفكير المشترك ومن اعاده الاحزاب للعب دورها الذي لعبته في بدايه الفتره الانتقاليه وان توجد استراتيجيه مشتركه بين السلطه الشرعيه والاحزاب السياسيه والداعمين للشرعيه من خارج اليمن دكتور محمد المخلافي في الحقيقه يعني اليوم قتل في هذه المرحله قتل علي عبد الله صالح وغادر الحياه وغادر المشهد اليمني لا ادري ان كنتم تعتقدون انه استاجر القتله لقتلكم فاذا بهم يقتلوه هو ام لديكم القدره على ان تراجعوا القراءه وتوجدوا للناس توصيف اخر مختلف عما قلتموه لنا في الشعب اليمني من انكم كنتم على حق حين منحتم علي عبد الله صالح الحصانه من انكم كنتم على حق حين يعني اخرجتموه من الرئاسه وظللتم تحت رحمه كل سلطاته هل هناك من قراءه لهذه الحقبه التي كنتم فيها من منحه الحصانه وإذا به يخرجكم بعد ذلك من السلطة واليمن؟ بل حين الحصانة لعلي عبد الله صالح والعفو لكل من عمل معه حينها كانت كانت حكمة إيجابية أو أو كان فيها حكمة مفيدة لليمن لتجنيب اليمن الانزلاق إلى الحرب انزلقنا إلى الحرب يا سيدي نعم نعم لكن عدم تركنا للسلطة تحت يده ودون نقل السلطة آه هذا خطأنا القاتل والذي أدى إلى تدمير اليمن وتمزيق اليمن وجعل المشروع الإقليمي لتمزيق اليمن ولتفكيك اليمن آه آه ينجح في إقامة ثورته المضادة بتحالف علي عبد الله صالح والحوثي آه هو آه يعني لولنا أخذ المنطقة البسيط هل كان بإمكان يعني آه مجموعة من القبائل أن يأتوا من جبل صعدة ويستولوا على معسكرات الحرس الجمهوري والأمن المركزي ويصيروا قيادات دون أن يكون هناك دون أن تكون هناك مفاتيح لهذا من هي المفاتيح؟ كان المفاتيح علي عبد الله صالح وعائلته والقيادات العسكرية السابقة التي أعلن أعلن هو عند الانقلاب بأنها هي القائد للحرس الجمهوري والأمن المركزي وبالتالي يعني تسليم هذه المعسكرات علي عبد الله صالح كانت كان تأثيره على الحرس الجمهوري المركزي مجرد مصالح مادية. هؤلاء أتوا وضمون لهم مصالح مادية أكثر وأضافوا إليها دعوة فاشية وهي الدعوة إلى التميز والعنصرية سواء جغرافية أو سلالية. فجعلت نوازعهم اكثر عدائيه للمجتمع وبالتالي دكتور هل انت هل انت ممن صاغوا الحصانه وصاغوا التبرير القانوني لكل ما مررنا به؟ انا باعتبارك وزير شؤون قانونيه ودكتورة في القانون واستاذ قانوني في الجامعه أنا ومعروف أنا لدى الحزب الاشتراكي والراي العام اليمني يعني انا اذكر بانه عندما ذهب مشروع قانون الحصانه إلى مجلس النواب من مجلس الوزراء مجلس النواب قرر بأن أتي لقراءة هذا المشروع ورفضت ذلك وتوقف مجلس النواب تأتي الم... باعتبارك وزير الشؤون القانونية نعم لأنه أنا كان هناك وزيران للحقيقة للحقيقة أنه كان هناك وزيران وزير المالية الأستاذ صخر الوجيه وأنا حينها نعم. وأنا حينها نعم وأنا من رفضنا هذا المشروع وكان حينها هذا المشروع حصانه مطلقه للجميع يعني عبد الله صالح وكل من عمل معه. عندما رأوا واذكرك انه عندما رفضت حاول مجلس النواب ان اتخذ تدابير ضدي ولكني استمريت بالرفض. واراد ان يحقني الى التحقيق ولكنني استمرت بالرفض. ثم بعد ذلك اعيد هذا المشروع من مجلس من مجلس النواب وكان خطا علي عبد الله صالح ايضا بأنه أراد أن يجبرني أن أحضر ثم فقد القانون الذي كان بإمكان أن يقره في مجلس النواب وعندما عاد الحقيقة نحن نقتصر أنا شاركت في في الصياغة الثانية التي ذهبت إلى مجلس النواب ولكن كان الفرق بين المشروعين أن المشروع الأول كان يكفل الحصانة لجميع المشروع الثاني اقتصرت الحصانة على علي عبد الله صالح فقط أما الـ الـ وأسرته ومن عمل معه لا أما أسرته ومن عمل معه فكان هناك عفو من الملاحقة الجنائية فيما يتعلق بالحق العام ولم تشمل الحقوق الخاصة ولم تشمل أيضا الاستيلاء على الأموال طيب آتي بك إلى مرحلة أخرى يعني مرحلة كونك وزير شؤون قانونية كانت كل القرارات الجمهورية تمر على مكتبك وكان هناك احاديث كما لو ان القرار الجمهوري فقد قيمته وهيبته لان من تريد انت ان تمرر قراره يمضي ومن لا تريد ان يمر قراره لا يمضي ما صحه هذا الامر أه الحقيقه يعني كنت بالشراكه مع وزير الخدمه المدنيه حينها قد قد وضعنا نبيل شمسان نبيل شمسان نعم زميلي وصديقي نبيل شمسان لا. كنا قد قدمنا الى مجلس ال... ال... الوزراء وثيقتين قانونيتين الوثيقه الاولى هي لائحه ل... ل... لتنفيذ قانون التدوير الوظيفي والوثيقه الاخرى مدونه للاداره والحكم الرشيد و هاتين الوثيقتين كانت الحكم لنا في قرارات التعيينات، فالشخص الذي ياتي وتنطبق عليه الشروط القانونيه للتدوير الوظيفي نحن نطبقها، والشخص الذي لا تنطبق عليه شروط التدوير الوظيفي او لا ينطبق عليه شروط المنصب انا كنت لا اقبلها وبالاصل بالاصل آه 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 إذا كان هناك إشكالية تتعلق بمدة الخدمة وغيره كنت أرسلها إلى الخدمة المدنية إن أتتني فتوى من الخدمة المدنية آه آه أنفذها إذا لم تأتي فتوى يعني لي لكن لي دكتور يعني معروف بأن تلك المرحلة كانت أسوأ مرحلة للقرارات الجمهورية في اليمن وخاصه انتم في اللقاء المشترك تهافتتم على المناصب والوزارات لدرجه اننا كنا نسمع بعض الشباب من الاحزاب كانوا يقولون هذه فرصتنا الوحيده التي قد لا تعود. وبدا ان شباب من من من, من احزاب المشترك لديهم هلع تجاه الوظيفه وتجاه الموقع وتجاه القرار الجمهوري ما عكس الصورة ماذا كانت تفعل الاحزاب في السابق؟ أين هو النضال والأيدلوجيات والقناعات والأفكار وإذا بنا نقدم مجموعة يعني حالة صعبة يعني. نفرق بين نفرق بين حالة بين نوعين من القرارات هناك قرارات كانت من صلاحية الوزراء والمتمثلة بمستوى الإدارة وما أدنى وبالتالي يعني حصل الكثير من هذا وأنا حينها وجهت إدارات الشؤون القانونية في الوزارات أن لا يمرروا مثل هذه القرارات أو في حالة أن مررت أن يتم اللجوء إلى المحاكم الإدارية كان نوع آخر وهي مستوى المدراء العموم والوكالات كانت هناك وزارة يخالف القانون ويكلفون وهم ليس وهذا ليس من صلاحياتهم وهذا ليس من صلاحياتهم وبالتالي كان عندما تأتي إلينا للتعامل معها للترشيح والتعيين من جديد كانت لا تمر لا تمر. الحقيقة أنا حرصت بكل ما استطيع أن أن أمنع من تسييس الوظيفة العامة. وأقول وربما قادة اللقاء المشترك لا يزالوا موجودين جميعهم. عندما اجتمعوا اللقاء المشترك وطرحوا بأن الوظيفه العامه مستولى عليها من قبل المؤتمر الشعبي العام وبالتالي نحن لن يعني نبقي هذا الظلم مستمر يجب ان يجري تغيير وان يكون لنا نصيب من الوظيفه العامه <applause> انا بينت لهم الامر بان هذا الامر غير جائز والتعدديه السياسيه من فوائدها انها تمنع تسييس الوظيفه العامه والوظيفه العامه مستمره، لحظه لحظه اكمل وتوصلنا الى قناعه مشتركه وقبل فيها الجميع لا يتم تعيينات جديده الا وفقا للتدوير الوظيفي، فمن اكتملت مدته وفقا للقانون في شغل الوظيفه يذهب وياتي اخر من تنطبق عليه الوظيفة وهذا سيشمل الناس المبعدين من الأحزاب يا من دكتور الأحزام. محمد أنت الآن تحدثني عن سراب تحدثني عن ماضي تبخر هذ... أنا أحدثك يا سيدي العزيز أن ما يجري اليوم من فقدان لكل ما تبقى من هيبة القرار الجمهوري هو ابن أو بنت تلك المرحلة التي كنتم أنتم مسؤولين عنها وأن ما يجري اليوم من من انهيار لقيمة القرار الجمهوري وهذا الاطلاق على عواهنه لكل من يمكن أن يمنح قرار جمهوري يمنح لكل من استطاع أن يقترب حصل على قرار جمهوري حصل على تعيين فقد لم يعد يملك مثقال ذرة من احترام لدى الناس أليس هذا ابن شرعي لجهدكم حينما كنتم أنتم في الحكومة؟ لا أنا أقول لا ولو كان هذا ابنا شرعيا لكان محمد المخلافي مستمرا وزيرا للشؤون القانونيه، اكتفي بهذا يعني. طيب اقبل منك هذا الاكتفاء وانقلك الى مربع اخر، تقييمك لحاله الشرعيه اليمنيه بعد ثلاث سنوات من الحرب، حاله المؤسسه الرئاسيه، صورتكم انتم في هذه المرحله. أنا, أنتم؟ انا انا اقر وبكل وضوح أن أننا في إطار الشرعية وضعنا ليس هو الوضع المطلوب وهو وضع قد يظهر أحيانا بأنه وضع بائس والسبب أنه أننا لم نقف أمام هذه الحالة لكن لا يعني هذا أنه لم تجري محاولات أنا رأست لجنة مشكلة من الأحزاب السياسية ومن الحركات غير السياسية ومن منظمات المجتمع المدني عام 2015 عندما كنت في الرياض هذه اللجنه وضع ورقه واضحه للملمه البعثره التي اصابت صفوف الشرعيه وكان منها انها تغول الرئاسه على الحكومه في القرارات منها قرارات التعيينات منها اشكاليه الخروج على القانون في التعيينات، منها عدم اشراك الاحزاب السياسيه في القرارات السياسيه بما في ذلك التعيينات السياسيه، ولا سيما ان الاحزاب السياسيه المتواجده الى جانب الشرعيه هي الاحزاب التي وقعت على المبادره الخارجيه واليه نقل السلطه وكانت جزء ولا زالت جزء من شرعيه اللي هي المرجعيات التي ننرجو اسمح لي بمقاطعتك من. هنا دكتور محمد المخلافي سيدي العزيز هل انتم بمستوى كل مرحله قمتم بها قمتم انتم في الحزب الاشتراكي اليمني اتيتم بالوحده مع علي عبد الله صالح بعد ثلاث سنوات اخرجكم من الحياه السياسيه كلها وليس فقط من وليس فقط من من اداره الدوله جئتم مع توليفة اللقاء المشترك فإذا بكم تخرجون من كل تجربة انتخابية خلتم مع أتى تجربة شباب اليمن في في ثورة فبراير وأخذتم إلى رأس الحكم والسلطة فإذا بكم تفشلون وتخرجون من اليمن بأكملها اليوم بعد هذه التجربة من الفشل المتراكم لكم كأحزاب سياسية يمنية. يعني كيف تتوقعون ان تقراكم الاجيال؟ ماذا يتوقع الدكتور محمد المخلافي من باحث او صحفي او مراقب ان يعيد القراءه لكم؟ ماذا يقول عنكم؟ طيور الجنه، الملائكه، المبدعون، المحترفون، ما هي الصفه برايك التي ستوصفون بها الطبقه السياسيه اليمنيه؟ اولا اولا اسمح لي ان اقول لك بانه يعني رومانسيتنا يجب ان تكون ايجابيه. وهي رومانسيه من اجل مستقبل زاهر لليمن. نحن اصحاب مشروع المستقبل في اليمن. هذا المشروع جرى الانقلاب عليه في 94 بحرب وهزمنا في حرب. هذا المشروع كاد اوشك على النجاح عام 2014 ولم يكن يتبقى الا عام واحد للفتره الانتقاليه لكي ننتقل الى دوله مدنيه ديمقراطيه اه اتحادية قرر الانقلاب عليه بحرب يجب أن أن, ان تحكم نجاحتنا واخفاقتنا في إطار في في في, في إطارها في ظرفها وزمانها في زمانها ومكانها نحن لدينا مشروع كبير هذا المشروع الكبير تجري الحروب عليه بين وقت وآخر وال وال والحقيقة هذا المشروع ربما ليس مرحبا فيه حتى ممن يدعمون الشرعية ربما دكتور. ليس مرحبا فيه بالمستوى دكتور. الذي نرغب فيه دكتور محمد هل هذا مبرر كافي؟ أولا أنت كسياسي تخاطبني بلغة رومانسية أليس هذا يعني يحتاج إلى إعادة توصيف بعد إذنك؟ الأمر الآخر يعني إذا كنتم تعلمون انكم ستقد ارجوك احتملني ستقدمون مشروعا سيفشل بحرب بغير حرب لن يقبله الاقليم سيكون كمن يستزرع قطعه في جسد يرفض الجسد هذه القطعه يعني الانبياء جاءوا برسالات قامت معارضه لاسقاطهم فاما انك بمستوى التحدي والا فلا داعي لان نتحمل اعباءك والانبياء قتلوا وغربوا نعم. وهاجروا <applause> لم تنجح رس يعني رسائلهم من اول وهله صحيح ايوه على اي حال نعم. مشروعنا لم يهزم شعبيا لم نطرح الدستور في 1994 للتغيير وجرى تغييره وفقا لاستفتاء شعبي وانما كانت حرب وفي هذه الحرب قلبت كل قحافل الآتين من الآفاق من التنظيمات الأرهابية ومن المرتزقة وغيرها ستين ألف فقط كانوا من القاعدة القادمين من أفغانستان من يمنيين وعرب اليوم آه هذا الانقلاب الذي حصل آه لم يكن نتيجة أن مشروع دولة الدولة القادمة مشروع الدستور طرح للاستفتاء وهزمنا فيه وإنما جراء الانقلاب على المشروع الذي توافق عليه اليمنيين والغالبيه العظمى من اليمنيين لا يزالوا اليوم معه يعني هناك قله قليله ربما ممن لا يستطيعون الا ان يستخدموا اجسادهم في الشر في القتل هم مع مشروع الغلبه ومشروع تفكيك اليمن وتفكيك الدوله نحن لن نحبط وأنا أقول بالرومانسية الرومانسية ليس بالمعنى السلبي نحن نظرتنا إنسانية إلى أنفسنا وإلى مجتمعنا وإلى اليمن نحن نظرتنا تفاؤليه بأن اليمن سيعود سعيدا أنا وان نحقق السعاده لكل اليمنيين وان نحقق السعاده لكل اليمنيين احييك دكتور محمد انا لا ارى الرومانسيه سلبيه اصلا هي ايجابيه لكن هي في سياق التفاؤل وانا بحديثك عن سياق الواقع يا سيدي وانا وانا ايضا لا اتكلم عن التفاؤل المجرد انا اتكلم عن مؤشرات يعني هل لو كان يستطيع تحالف علي عبد الله صالح والحوثي <applause> آه هزيمه مشروعنا آه بالاستفتاء على مشروع الدستور هل كانوا بضر... كانوا محتاجين الى ان يلجاوا إلى... الى الى حرب وهل كان بالضروره أن تكون إيران شريك في هذه الحرب لو لو كان لديهم فعلا قوة في الشعب اليمني تمكنهم لوحدهم من أن يسيطروا على هذه السلطة، لو كان أنا لا أتوقع أنه عاقل يستطيع أن يستولي على السلطة بدعم شعبي يلجأ إلى الحرب. الحرب هي هي الوسيلة التي تستعمل من من قبل العاجزين الذين لا يستطيعون ان يسيطروا في بلدانهم ولا يستطيعوا ان يحكموا الا بادوات العنف والقوه والقتل وبالدعوات المتوحشه. الست معي انه انه ما يجري في صنعاء منذ الانقلاب الى اليوم بغض النظر عن الانقسام الذي حصل حاليا يتميز بعناصر الفاشيه فهو ليس لا ليس هناك حرمه للمسكن ولا حرمة للإنسان ولا حرمة للمرأة ولا حرمة للدين ولا حرمة للعقل ولا حرمة للحياة يا ولا سيد. حرمة للحياة بمجملها علاوة <applause> على, على إدعاء ال ال التميز لفئة معينة ودع الحصانه الفكريه والذهنيه والا لا يقول زعمائهم الا الحقيقه في الحقيقه اليس ها اليس هذه من عناصر التميز بحد ذاته هو عنصر من عناصر الفاشيه تجاوزنا ذلك الى التوحش في الداخل اليمني سيدي العزيز، لكن آآ الان ثمه مؤشرات اقليميه في دنيانا العربيه هذا المشهد في الداخل الايراني الذي يبدو كما لو انه ثوره تتحسس طريقها بصعوبه بالغه الى درجه لا يكاد امامها امال كبيره الى اي مدى يمكن ان يؤثر هذا على المشهد اليمني برايك انا انا يعني لي وجهه نظر في المراهنه على الاخر <applause> وانا يعني لا اقبل بالمراهنه التي حدثت على انقسام الانقلاب الحوثيين او الثوره المضاده وإخراج المؤتمر الشعبي من شراكتهم ولا أراهن على ما سيجري في إيران برر آه كل شيء نعم. لماذا لا نعم. تراهن هنا ولماذا لا تراهن هنا نعم. نحن ما يعيق, ما يعيق عودة الشرعية واستعادة الدولة هو الحالة التي نقع فيها نقع فيها كشرعية وكتحالف داعم للشرعيه. دعني اوضح هذا الامر. اولا نحن كشرعيه كما قلت في السابق صفوفنا متناثره. والحل ان تنمى هذه الصفوف وهناك مشروع مطروح منذ كما قلت عام 2015 مطروح مشروع للرؤيه ومشروع لائتلاف سياسي واسع وانهاء حاله الفراغ التي ادت اليها الحرب باقصاء الاحزاب السياسيه. آه الشرعية اليوم آه ايضا احتفت احتفت ب خروج المؤتمر الشعبي العام وهو لم يخرج اتضح اليوم انه لم يخرج مؤتمر الشعبي العام مستمر في صنعاء مع الحوثي بل احتفت بذلك واحتفاءها هذا ما كان يجب ان تحتفي كان يجب ان تحتفي ب جزء من الشرعيه وهي المقاومه التي ادى الخلاف معها الى نقصان الشرعيه، الى اضعاف للشرعيه، التحالف التحالف العربي الذي هدفه الاول عوده الشرعيه ما نراه العمل السياسي لا يسير في هذا الاتجاه، العمل السياسي لا يساعد الشرعيه بان تحافظ على صفوفها بل يحتضن الجزء من المقاومه وهو ما كان يجب ان تحتضن في اطار الشرعيه يحتضنها خارج الشرعيه ولا يساعد الشرعيه على احتضان هذه والتجنحات القائمه في في التحالف، طيب نعم. انت قلت بان المؤتمر بأ انا انا كنت بكمل انا بك كنت بكمل الفكره يعني انا اقول ان نحن بحاجه الى استراتيجيه تكون اطرافها الشرعية بكل مكوناتها بما في ذلك الأحزاب السياسية والتحالف العربي الداعم للشرعية، هذه الاستراتيجية لا تأخذ اليمن كجانب أمني، تأخذ اليمن كبلد يجب أن يعود آه وضعه الطبيعي وتستعاد فيه التنمية وتستعاد فيه اللحمة الوطنية الدولة وتو والوطن نعم يعني. نعم لاستعادة الدولة والوطن كما قلت وأن يكون الملعب السياسي مفتوح للجميع ومتاح للجميع طيب سأعود لفقرة المؤتمر الشعبي العام كنت أسألك عن إن كان ثمة إنعكاس أو تأثير على الداخل اليمني نتيجة هذا الانشغال الإيراني بالداخل الإيراني آه ما من شك أن انقسام الثورة المضادة وإن كان بشكل محدود وانشغال الداخل الإيراني بأنه سيخفف الوطأة عن اليمن إلى حد ما ولكن لن ينهي الحرب القائمة ما لم نستعد نحن بأدواتنا وإمكانياتنا ونمنع استمرار هذه الحرب. هناك خطأ رئيسي كمان ايضا موجود لدى الجماعة الحوثي. أه. هذا الخطأ خطأ ذهني وهو اعتقادهم بأنهم مصطفى مصطفون من الله بأن يحكموا البشر وليس ال ال اليمن. هذا الخطأ ال ال الذهني ايران يكفي ان تغذيه فكريا، ايران يكفي أن تجعل الفتوى مستمرة بأنهم مصطفون لكي يظلوا محل صراع وتوتر في في اليمن الخطأ من وجهة نظرك هم لا يرونه خطأ يعني لا هو خطأ ذهنيا لأنه لأنه لا يوجد في العصر الراهن يعتبر عنصر من عناصر الفاشية وهي عنصرية هذه العنصرية مدانة بكل القيم والأخلاق والقوانين والشرائع طيب. هم على الصعيد <applause> الوطني والعالمي سيكونون مدانين. طيب دكتور محمد كنت قلت بان المؤتمر الشعبي العام اتضح بانه لم يخرج من الشراكه مع جماعه الحوثيين وانما هو لا يزال يعلن شراكته مع الحوثيين، في الحقيقه انت تبني كلامك هذا بناء على البيان الذي صدر من المؤتمر في صنعاء ولعل البعض لن يتفق معك خاصه ان هذا البيان صدر من فريق حزب تحت قبضه الانقلاب، هؤلاء الانقلابيين قتلوا زعيمهم وجعلوهم كالايتام امام من قتل ابوهم، لا يملكون قرارا فهل يعني الاخلاق السياسيه تمنحنا الحق لان نحاكمهم ونجلدهم وهم لا يملكون الحريه؟ ام ان السياسه لا ترحم؟ آه يعني آه انا اعود آه الى ما قلت ولا نتعامل مع الامور تفاؤل وتشاؤم ان نتعامل معها واقع ومؤشرات آه انا لا ارى ان شيء جديد حصل بالنسبه للمؤتمر الشعبي المؤتمر الشعبي آه جزء كان آه هو الشريك آه في الانقلاب بل وقاد الانقلاب في مراحله الاولى عسكريا وسياسيا عسكريا وسياسيا وهو الجزء ال الذي الآن لا زال مستمرا مع ال مع ال ال الانقلاب إن كان لا يزال حزبا كان أقول جزء ليس جزء ألم يشبه في صنعاء هل لا يزال المؤتمر الشعبي العام أم المؤتمر الحوثي العام ربما أنا ربما نتكلم أيضا نحن عن ال القيادات التي يعني ستفرخها ال الحركة الحوثية او أوه. او الميليشيات الحوثيه أوه. ليس ليس كحزب بمجمله وهناك سبب اخر لن يبقى بالحزب بمجمله انا ساقوله في في فيما بعد في الحقيقه لم يعد لدي, لدي وقت كثير اطلب منك الايجاز لان لدي سؤال اخر طيب الشق الثاني الشق الثاني وهو الجناح الذي وقف مع الشرعيه وهو الحل لا يزال قائم الشق الثالث هم من, من وقفوا بين في بين البين يعني والمتواجدين في 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 الخارج هل أنت فهم, يعني فهم ليسوا أنت ضد الانقلاب ولكن ليسوا مع هل هذا سيعني ان المؤتمر الشعبي العام سيبقى حزبا سياسيا ام هو اليوم يعاني سكرة الموت نعم ولهذا يجب ان نفهم أن نتفهم الحزب المؤتمر بانه حزب اداري لا يمكن ان يستمر ببنيته الحاليه ما دام يجري تغييره الى حزب سياسي واعتقد انه الان م. هذه الفرصه متاحه امام الجناح الداعم للشرعيه بان يعمل الى تحويله الى حزب سياسي م. وان يحول قواعده من مجرد موظفين مع الدوله الى حزبيين في المؤتمر الشعبي العام وهذا لصالح الجميع طيب سؤالي الاخير دكتور محمد المخلافي آه، انتم الاحزاب السياسيه اليمنيه سواء سميتم انفسكم الاحزاب المنضويه مع الشرعيه ام القوى السياسيه الوطنيه عامه آه، ما الذي تملكوه لانقاذ اليمن لايقاف الحرب لاقناع التحالف للتخاطب مع المجتمع الدولي وتنتهي ماساه اليمن وتتوقف هذه الحرب؟ تملكون شيئا؟ آه، نعم نحن نملك ان آه، 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 أن نمنع استمرار تفتت اللحمة الوطنية والأواصر الوطنية لأننا أحزاب عابر للطائفية والجغرافية ونحن نملك أن نلعب دور في المناطق التي تخرج منها الميليشيات لتطبيع الحياة فيها ولكن نحن بحاجة إلى أن نلم صفوفنا وأن نتوحد مع آه آه تحتاجون آه من الوقت حتى تلموا صفوفكم لا لا, لا 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 نحتاج وقت نستطيع أن نكون غدا إذا اقتنعت جميع نشكل بأن نشكل إئتلاف إيه واحد ما الذي يمنعكم ما الذي هناك حساب ربما لديها يعني حسابات مختلفه الى متى ستظلون و... بهذه الحسابات؟ و... وكوننا أنا... وكون وكوننا جزء من ال... من الشرعيه <applause> نحن بحاجه أن... ان ان يكون ذلك في اطار الشرعيه بمجملها ولسنا وليس لوحدنا لانه نحن ال... الحاله لا تسمح بالمعارضه اليوم أو نضطر إلى الخروج إلى المعارضة وهذا أمر ربما يعني لم يحن وقته دكتور محمد المخلافي النائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني ارهقتك بالاسئله انا اعرف اقبل اعتذاري ارجوك واشكرك شكرا جزيلا يرضيك ويليق بك. شكرا جزيلا آه عادة حينما ازور شخصية سياسية او شخصية معروفة مرموقة ازورها في منزله اكون اكثر ادبا واكثر لياقة والزم حدودي كثيرا يبدو انني اليوم تجاوزت كثيرا فاقبل اعتذاري مرة اخرى. نقاشك كان مفيد ربما لي ومفيد للمستمعين وحدتك ربما تكون مفيد في الظروف التي نعيشها الحرجه والصعبه. اشكرك جزيل الشكر الوزير السابق الاكاديمي المعروف الحقوقي ونائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني شكرا لك واشكركم احبتي المشاهدين الكرام سالتقيكم في حوار اخر قادم من برنامج ما وراء السياسه خالص محبتي انا عارف الصرمي الى اللقاء.